مرحبا بكم في قناة الياسية والنمر الوردي. قصتنا لهذه الليلة الهر هرهور. هذا هو الهر هرهور. كان القط هرهور يريد أكل الفأر ذي الذيل الطويل والشاربين الصغيرين، إلا إن الفأر كان دائما مختبئا في وكره، والقط الشرير الأصفر والأزرق سوف يتعب عاجلا أم آجلا. هل رأيتم الفأر الصغير؟ هل رأيتم الفأر الذي يختبئ دائما؟ ها هو الفأر ذي الذيل الطويل والشاربين الصغيرين. وعندها يعود بإمكان الفأر أن يلعب من جديد. الانتظار صحيح متعب، وأيضا وبدا أن القط بات غير صبور. من الأفضل، قال القط هرهور، من الأفضل أن أستريح اليوم. قالها مقتنعا ومقنعا بها نفسه. سأذهب لأنام قليلا هذه المرة. ما رأيكم؟ هل سيستريح الليلة القط؟ أم سيظل صاحيا منتظرا للفأر ذي الذيل الطويل؟ ماذا قالت القصة يا أطفال؟ قال: من الأفضل أن أستريح اليوم. قالها مقنعا نفسه. وقال أيضا: سأذهب لأنام قليلا هذه المرة. هذه المرة انتصر الفأر الذي خرج بأمان من وكره، وراح يلعب ويتجول في أنحاء المنزل. وانتهت قصتنا لهذا اليوم عن القط. عن القط هرهور. ولا تنسوا أن تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وإلى اللقاء.